أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخبار الليلة التي تمتد على مدار ساعتين وإلى العناوين. عشرون استهدافا إسرائيليا في الدقيقة وصحة غزة تعلن تخطي عدد القتلى ثمانية آلاف وألف طفل تحت الأنقاض. مقومات الحياه تنفد في غزه بحسب الاونروا، المستشفيات في بنك الاهداف الاسرائيليه وقصف يطال محطه مشفى القدس. العنف في الضفه الغربيه يثير الغرب، واشنطن تدعو لكبح جماح المستوطنين وباريس ولندن تحذران. طيف نصر الله الدعائي يظهر بفيديو أصوات إسرائيلية ترد مهددة لبنان بصورة تحاكي مصير غزة. الحرب مستمره في غزه لليوم الثالث والعشرين وسط حصار عسكري وانساني وأعلنت سلطات القطاع ارتفاع عدد القتلى والمفقودين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية إلى نحو عشرة ألاف شخص صحة غزة أعلنت ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي إلى ثمانية ألاف وخمسة أشخاص بينهم ثلاثة ألاف وثلاثمائة واثنان وأربعون طفلا إضافة إلى تلقيها بلاغات بوجود ألف وثمانمائة وسبعين شخصا تحت الأنقاض بينهم ألف وعشرون طفلا وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أحصت من جانبها مقتل ألفي طالب في غزة وأكثر من سبعين من الكادر التعليمي حتى الآن من جانبها حذرت الأونروا من نفاد مقومات الحياة في القطاع مضيفة أن فوضى الجوع تهدد غزة من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض محمد مرحبا بك نستطلع منك ما يجري الان في خان يونس على وجه التحديد وفيما اذا كانت هناك اخبار كذلك تصلك من قطاع غزه نعم تواصل الطائرات الاسرائيليه عده غارات على مناطق متفرقه في قطاع غزه قبل قليل اغارت الطائرات الاسرائيليه على هدف يبدو كما قيمناه بالعين المجرده انه سقط الصاروخ علي المحافظه الوسطى وهذه المناطق التي دعا الجيش الاسرائيلي الناس والسكان الي النزوح اليها قبل نحو اسبوعين لكن الان الغارات الاسرائيليه تتركز علي منطقه تل الهوى ومنطقه المستشفي التركي تحديدا في وسط قطاع غزة هذا المشفى الذي يفتح أبوابه منذ سنوات لعلاج مرضى السرطان وأيضا هناك عدد كبير من المرضى داخل هذا المشفى الحديث الأولي على أن المدفعية الإسرائيلية تقصف منطقة ما تعرف المنطقة الوسطى محيط جامعة الأزهر في قسم المغرقة هذه البلدة بلدة المغرقة تقع. في المنطقة الواقعة بين مدينة غزة وأيضا المحافظة الوسطى بداخل هذه المدينة أو البلدة المستشفى التركي التابع لوزارة الصحة كذلك الأمر مبنى جامعة الأزهر المدفعية الإسرائيلية قصفت هذه المنطقة بعدد من القذائف الأمر الذي أدى إلى إحداث حالة من الخوف والرعب في صفوف المرضى ومرافقينهم في تلك المنطقة، أيضا تصاعدت الغارات الإسرائيلية على محيط منطقة حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على محيط مستشفى القدس، ثم عادت بعد نصف ساعة من هذا القصف وأغارت مجددا على أهداف متفرقة في حي تل الهوى، المصادر تشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الشارع الواصل بين حي تل الهوى وحي الزيتون وما يعرف بشارع التمانية هذا الشارع تم استهدافه بعدد كبير من الصواريخ، الامر الذي لحق بالبنيه التحتيه وايضا المنازل باضرار جسيمه واضرار كبيره جدا في المكان، سيارات الاسعاف اتجهت الى المكان للبحث اذا كانت هذه الغارات خلفت حرائق في ممتلكات الناس والمواطنين في قطاع غزة لكن مع اشتداد هذه الغارات تواصل الفصائل الفلسطينية بين الفين والأخرى اطلاق الدفعات الصاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية استمعنا قبل قليل لصوت اشتباكات مسلحة تدور بين الجيش الإسرائيلي من جانب ومسلحين من حماس من جانب آخر تحديدا في المنطقة الشرقية لمدينة خانيونز جنوب قطاع غزة هذا القصف والذي يتابعه ايضا او يتزامن مع ذلك اشتباكات عنيفه بين الفصائل الفلسطينيه والجيش الاسرائيلي الذي يحاول الدخول من عده محاور تحديدا في شرق محافظه خان يونس جنوب قطاع غزه. طيب كذلك محمد اسالك عن عمل المستشفيات والطاقه التي تعمل بها وفيما اذا كان هناك تطوع بالنسبه للمستشفيات من بعض الممرضين الاطباء سواء في داخل القطاع بشكل عام في مدنه خان يونس وغيرها ورفح وطريقه العمل كذلك. نعم حسين يعني في بدايه الحرب منذ السابع من اكتوبر ومع اشتداد الغارات الإسرائيلية على أهداف مختلفة في قطاع غزة تحديدا بعد استهداف المباني السكنية وحي تل الهوى وحي الكرامة وحي أيضا الزيتون والشيخ رضوان، وزارة الصحة في غزة وجهت نداء إلى المتطوعين بضرورة الالتحاق بالمستشفيات القريبة من أماكن سكناهم وبالفعل توجه أعداد كبيرة من المواطنين إلى تلك المشافي للانخراط في التطوع. لدى وزاره الصحه ومع استمرار الغارات ايضا لايام عده وجهت وزاره الصحه نداء اخر الى المتقاعدين من كبار السن الذين يعني عنه خدماتهم في وزاره الصحه بضروره العوده الى العمل في وزاره الصحه وفي المستشفيات القريبه من اماكن سكناهم، وهذا النداء هو الاول من نوعه منذ سنوات طويله لم توجه وزاره الصحه النداء للمتقاعدين والى الذين انهوا خدماتهم بالعوده الي المستشفيات وذلك بعد اكتظاظ الاقسام الرئيسيه في المشافي المركزيه في مدينه غزه بالجرحى وتكدس الضحايا والجثث في ثلاجات الموتى وفي الاقسام وفي ايضا الخيم التي نصبت على ابواب المشافي، لو تحدثنا بايجاز عن الواقع الطبي هنا في غزه، نتحدث هنا على ان المنظومه الطبيه تتخذ يعني عده خطوات واجراءات من اجل ان لا تقع في الهاويه والا تستقبل الجرحى او الضحايا هنا على ابواب قسم الاستقبال والطوارئ ورغم كل النقص الكبير إلا أن هنا المنظومة الطبية ما زالت تعمل بالإمكانيات المتاحة شاهدنا صباح اليوم دخول شاحنة مع وفد من الصليب الأحمر وهو الطبي الذي دخل إلى قطاع غزة الوفد وصل إلى المشفى وتعرف على النقص نعم شكرا جزيلا لك من خان يونس محمد عوض مراسل الحدث ونحن نتابع مشاهدينا هذه الغارات الاسرائيليه على قطاع غزه للتو الان على شاشه الحدث اذا صوت الطيران الحربي الاسرائيلي وتجدد القصف على قطاع غزه نحن نتابع هذه الصور على الهواء مباشر إذا مشاهد مباشرة لقصف إسرائيلي في هذه الأثناء على قطاع غزة. إذا مشاهدينا هذه مشاهد مباشرة على شاشة الحدث لقصف إسرائيلي في هذه الأثناء على قطاع غزة. ومما يجري في غزة إلى حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان موفد الحدث إلى هناك الزميل رائد الأخبر مرحبا بك رائد نستطلع منك أبرز التطورات تطورات المشهد العسكري من عندك حسين ما زالت الأعمال العسكرية مستمرة القصف المتبادل ما بين الطرفين الطرف الاسرائيلي الذي بات يقصف باستمرار مواقع اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان كان منذ الصباح الباكر كانت هناك عمليات تسلل من قبل حزب الله وقصف وضرب لقواعد عسكريه في مستوطنات الحديث عن الجانب الاسرائيلي وكانت المسيرات الاسرائيليه التي اطلقها الجيش ترصد حراك يعني المقاتلين من حزب الله ومن ثم تقصفهم بالمدفعيه او بسلاح الجو الذي ينفذ ينفذ غارات داخل جنوب لبنان لكن آآ الان آآ هناك تصعيد كبير حيث يعني الساعتين الماضيتين كان هناك سقوط حوالي 19 صاروخا وهذا يعني رقم كبير بالنسبه للمراقبين هنا في هذه المنطقه شمال اسرائيل ويقولون انه الرقم الاكبر منذ اندلاع يعني الاعمال العسكريه كما ان هناك حركات جديده بدات تظهر في الجانب اللبناني الحديث عن قوات الفجر أو حركة الفجر تبنت العمليات العملية الأخيرة التي أطلقت فيها ست صواريخ نحو كريات شمونة القبة الحديدية عملت وأسقطت صاروخين وصواريخ أخرى نزلت وسقطت وأصابت أهداف لها تقول المصادر المحلية أو الـ يعني الـ الاعلام الرسمي هنا يقول بانها سقطت في مناطق مفتوحه لكن يعني ليست هناك اي صور لسقوط هذه الصواريخ ومكانها الا ان المدفعيه الاسرائيليه تحاول قصف مكان اطلاق هذه الصواريخ، باتت المنطقة مشتعلة اكثر بكثير حيث ما بين الفينة والاخرى ما بين الساعة والاخرى هناك اطلاق رشقات صاروخية، بالسابق كنا نتحدث عن اطلاق صاروخ موجه او يعني قذيفة موجهة، الان نتحدث عن رشقات وباتت هناك تظهر هناك نعم. حركات جديدة عدا عن حزب الله تتبنى العمليات العسكرية وتهدد ب بأن الجيش الاسرائيلي إذا صعد في عملياته في قطاع غزه فإنهم سيصعدون في عملياتهم بقصف العمق الاسرائيلي الى مناطق شكرا جزيلا لك من حدود اسرائيل الشماليه مع لبنان الزميل رائد الاغبر موفد الحدث الى هناك مشاهدينا هذه كذلك كلمه مدعي عام الجنائيه الدوليه كريم خان نتابعها الان الخوف عندما سمع بهذا الخبر عندما مزقت حيوات عدد كبير من الاسرائيليين في ذلك اليوم لا يمكن ان نقبله ولا يمكن ان نعيش في عالم لا نستطيع ان نترك هذا العالم لابنائنا حيث يكون فيه الحرق والاغتصاب والقلق والذبح كانهما شيء طبيعي وشيء نقبل به ونتحمله ويمكن ان يحدث دون تبعات أطفال ورجال ونساء ومسنين لا يمكن أن يقلعوا من بيوتهم ويؤخذوا رهائن فهذه الأمور لا يمكن أن تمضي دون تحقيق ودون عقاب فهذه هي الجرائم التي كنا نشاهدها وما شاهدناه في السابع من أكتوبر هي انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ولا يمكن أن نشاهد مثل هذه الفيديوهات لإسرائيليين يلاحقون كالفريسة في صبيحة السابع من أكتوبر بسبب الكراهية والقسوة التي أتت من ورائي أو كانت هي دافع هذه اللجمات هذه هي الهجمات أيضا التي تتكرر الآن في غزة، ما شاهدناه في السابع من أكتوبر هي, هي أمر لا يقبله أي شخ شخص يؤمن بالله. هي ليست مقبوله لا بالاسلام ولا يمكن ان تقبل بدين يرتبط اسمه بالسلام فبعد خمس ايام من الهجمات التي حدثت في السابع من اكتوبر لدينا صلاحيات قضائيه الجرائم التي تقوم بها هذه الأطراف و وهذا ينطبق على أي مجرمين يقومون بهذه الجرائم على الأراضي الإسرائيلية وحيث أن إسرائيل ليس عضوا في المحكمة الدولية أنا مستعد للعمل مع, دول... مع الجهات سواء كانت من دول أو من ليست دولة لكن هدفي الاساسي هو ان نحقق العداله من اجل الضحايا وان التزم باعلان ميثاق روما وبناء على الادله واعاده الحقوق لاصحابها سواء كانوا فلسطينيين في الضفه الغربيه او غزه او يهود يعيشون في إسرائيل <applause> ومنذ السابع من أكتوبر كثفت جهودي <applause> للوصول إلى المواقع التي ترتكب فيها الجرائم <applause> التي ارتكبت فيها الجرائم في إسرائيل وأن ألتقي بأسرهم الذين يعيشون بخوف وكأن الزمن توقف وهم ينتظرون أحبتهم وأينهم وأين يحجزون؟ وبذلت كل الجهود لدخول غزة لكنني لم أتمكن في غزة كنت أود أن ألتقي بهؤلاء الذين يعانون من ألم فظيع وأن أسمع تجربتهم منهم مباشرة وأن أقدم وعد لهم وأن ألتزم أمامهم بأن حقهم الاساسي هو العداله وهم يستحقون العداله وهم يملكون العداله كما هو حق اي مخلوق إن خلق الله هذا هو عملنا وهذا ما نعنيه انه عندما نقول ان العداله للجميع وانه حق لابد ان يحمى للجميع وأن عين العدالة لا تميز أنا وقفت على أعتاب غزة عند رفح هذا الصباح وما من شك أن أي شخص ممكن أن يوافقني أن, أن ما بعد هذا المعبر وبذهني كل الصور التي شاهدناها في أنحاء العالم هناك فلسطينيين ابرياء، اطفال، اولاد وبنات، لابد ان يكونوا في مدارس، يلعبون في الحدائق، يلعبون كرة القدم او مع اصحابهم، يتعلمون وياملون ببناء مستقبل افضل. ان يصوبوا اخطاء هذا الجيل وكل ما وقعنا وقعوا فيه من هفوات، لكن الصور لا يمكن أن أقول عنها إلا أنها مرعبة وتفطر القلب فالفلسطينيين يريدون أن يخرجوا من هذا الصراع وجدوا نفسهم في وسط هذه الأعمال العدائية كثر قتلوا وكثر جرحوا وهؤلاء هؤلاء جثث الأطفال التي رأيناها تلك الوجوه التي ملأها الغبار سواء كانوا امواتا وهم في هذا الصمت او انهم احياء لكنهم وراء هذا القناع من الغبار الذي تركهم في صدمه ولا يعرفون ما ينتظرهم في المستقبل الحقيقه ان هؤلاء المدنيين الابرياء حجزوا في هذا في وسط هذه الحرب لابد ان نقبل الحقيقه بان الوضع لا يقبل ولا يحتمل وهم يحتجزون الان في حرب لم يختاروها، ولا يستطيعون ان يعيشوا حياتنا وان يعيشوا حياه في عالم افضل. نحن كمجتمع لا نستطيع ان نقبل الطبيعه القاسيه لهذه الحرب. لا يمكن ان ننأى بأنفسنا عن هذه المعاناة لأنها لأنه يصعب مشاهدتها أو لأنها تزعجنا لا يمكن أن ننأى بأنظارنا عن هؤلاء الأطفال الأبرياء ولا يجب ألا ننسى أن هناك قواعد تحكم الاشتباك والحروب إذا مشاهدينا كريم خان مدعي عام الجنائية الدولية كان يتحدث أراد أن يدخل غزة ولكنه لم يتمكن يريد أن يسمع تجربة من هم في غزة بشكل مباشر هذا ما تحدث عنه وكذلك تحدث عن نقاط أخرى سنتوقف عندها في النشرات المقبلة قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي قضى على مقاتلين فلسطينيين اطلقوا النار باتجاه القوات الاسرائيليه، واخرين تم رصدهم على خط الشاطئ في منطقه زكيم داخل قطاع غزه، الجيش الاسرائيلي قال انه استهدف مبان عسكريه تابعه لحماس، كان في بعضها مقاتلون، بالاضافه لاستهداف منصات لاطلاق الصواريخ المضاده للدروع ومواقع استطلاع وبنى تحتيه عسكريه. أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجر في بيان له أن الجيش قام بتوسيع دخول قواته إلى قطاع غزة مشددا أن القتال في شمال القطاع ما زال مستمرًا. خلال الليل قمنا بتوسيع دخول قوات الجيش الاسرائيلي الى قطاع غزه وستنضم الى القوات التي تقاتل بالفعل. القتال على الارض في شمال قطاع غزه مستمر، نقوم تدريجيا بتوسيع النشاط البري ونطاق قواتنا في قطاع غزه ونحن نتقدم بشكل ملموس. من القدس ينضم الينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، مرحبا بك زياد نستطلع منك الميدان اليوم وكذلك حال القدس ما يجري فيها باعتبار ان الاخبار مرصوده لديك بالنسبه للاوضاع الميدانيه على جبهتين هناك تحرك طبعا الجبهه الاساسيه تبقى هي قطاع غزه ستة عشر مرة على الأقل جرى إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية وأيضا تم استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل سقطت عدة صواريخ أصابت مبان لم يبلغ عن إصابات على المقلب الآخر تواصلت الغارات الإسرائيلية إن كان جوا أو بالمدفعية الثقيلة لشمال وشرق القطاع ولمدينة غزة فيما يتعلق بالعملية الب... برية حتى الساعة كل العملية البرية تجري في المناطق المفتوحة بمعنى الدبابات لم تقترب من المناطق المبنية الهدف على ما يبدو حالياً في هذه طبعاً هذه باتت عملية مستمرة ليست توغلاً ينتهي ويخرجون لم يعد مسقوفاً زمنياً هذا التحرك البري العملية أساساً هي محاولة استدراج المقاتلين الفلسطينيين في المناطق المفتوحة خط الدفاع الأول عن قطاع غزة اليوم مرتين على الأقل خرج مقاتلون من أنفاق المرة الأولى من نفق بالقرب من المناطق المبنية أحد عشر مقاتلا خرجوا من, من تلك المنطقة الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه قصف مدفعيا هذا المكان المرة, المرة, الثانية التي خرجوا منها من نفق واشتبكوا مع الإسرائيليين كانت عند معبر بيت حنون أو إيرز كما يسمى المنطقة ملأة بالأنفاق إن لم يكن المئات من الأنفاق وفق الإسرائيليين على امتداد الحدود 65 كيلومترا عرض هذه الحدود وبالتالي الهدف الآن من هذه العملية البرية هو هذا الموضوع استدراج المقاتلين لخط الدفاع الأول ومن ثم يتم تصعيد العمل البري تدريجيا بشكل متدحرج نحو عملية أوسع من عمليا المستجدات الأخيرة السياسية نتنياهو تحدث قبل بعض الوقت مع الرئيس الأمريكي لأول مرة منذ بدء العملية البرية يتحدث الرجلان وسط طبعا إعلان إسرائيلي بأن هناك ضغوطاً أمريكية فيما يتصل أيضاً بالعمل البري وأمور أخرى، إسرائيل تقول أنها تصغي جيداً للأمريكيين لكنها ستواصل العملية البرية نحو الاجتياح. شكراً جزيلاً لك مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي كنت معي من القدس. وعلى الجهه الشماليه لاسرائيل وجنوب لبنان ما زالت حاله التوتر تطبع المشهد بفعل استمرار المناوشات بين عناصر حزب الله والجيش الاسرائيلي كان اخر ذلك الهجوم الصاروخي اتجاه كرياتشمونه وقد اعلنت ميليشيات حزب الله في بيانين متتاليين استهدافه موقع السماق في مزارع الشبع اللبنانيه المحتله بالاسلحه المناسبه وأوقع فيه إصابات مباشرة كذلك استهدف حزب الله قوة مشاة إسرائيلية في موقع الملكية ومحيطه وأوقع فيها إصابات بحسب البيان من جانبها ردت إسرائيل على هذه الاستهدافات ففي التحديثات قصف الجيش الإسرائيلي البساتين المحيطة ببلدتي ناقورة وعلم الشعب بقذائف حارقة واطلق الجيش الاسرائيلي كذلك عشرات القذائف على مرتفعات بلده كفرشوبا وقنابل مضيئه على بساتين بلده حلتا. كما اغارت مسيره اسرائيليه على منزل في بلده عيت الشعب بدورها اعلنت اليونيفيل اصابه احد افراد قواتها اثر سقوط قذي هاون على قاعدتها بالقرب من بلده حوله حادثة أو حثة الأطراف وأطراف النزاع على وقف إطلاق النار فورا اليونيفل بالطبع المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانييل هاجاري اعلن مهاجمه اهداف عسكريه وبنى تحتيه تابعه لحزب الله <applause> في الشمال ردا على اطلاق النار من الاراضي اللبنانيه باتجاه الحدود الشماليه، قمنا خلال الليل بمهاجمه اهداف عسكريه وبنى تحتيه ومواقع تابعه لحزب الله. العناصر التابعه لحزب الله تستمر في شن هجمات ضدنا في الشمال ونحن نقتل ونقضي على كل من يعمل ضدنا، واي وحده من حزب الله التي تصل الى منطقه السياج سيتم القضاء عليها على الفور. إذا مشاهدينا هذه آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة كما نشاهد الآن. حرائق. إذا مشاهدينا هذه على ما يبدو آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، هذا القصف متواصل آه ونحن نتابع الاخبار اولا باول الجيش الاسرائيلي يتحدث بانه هاجم اهدافا عسكريه تابعه لحزب الله كذلك على الحدود والجبهه الشماليه مع لبنان إذا من الجنوب اللبناني ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر مرحبا بك محمود التطورات العسكرية والأمنية من عندك حزب الله يعلن إسقاط مسيرة بصاروخ أرض جوف فوق الخيام شهدت هذه المسيرة تسقط داخل الأراضي المحتلة تفاصيل عن هذا الخبر إذا جاءك شيء محمود نعم وهذه مساله جديده اشار اليها الحزب هي تاتي بعد ان قام بتجربه منذ يومين أمضيين باطلاق صاروخ باتجاه مسيره في قراج بلده معروف الشعبيه لياتي هذا الخبر ويقول الى انه شوهد بام العين سقوط هذه المسيره داخل الاراضي الاسرائيليه. الجديد في هذه الليله والذي استطيع ان اجمله باربعه عناوين، العنوان الاول هو اطلاق الصواريخ باتجاه الاراضي في الداخل، الجماعه الاسلاميه قوات الفجر منذ نصف ساعه اعلنت الى انها قامت ب قصف كريات الشمونة. أيضا القسام التابع لحماس أعلنت إلى أنها قامت بقصف نهارية من القطاع الشرقي. إلى العنوان الثاني وهو طيارات المسيرة. كما استفت إلى أنها أغارت على منزل في عيت الشعب. وأيضا في مرون الراس. وأيضا على أحولة أيضا العنوان الثالث هو القصف المدفعي الإسرائيلي الذي قام بعملية قصف استهدفت العشرات المنازل والبلدات والقرى في رأس الناقورة إلى العنوان الثالث وهو الأهم بقضية الأرض الجو وهو إطلاق صاروخ أرض جو من منطقة الخيام استهدف هذه المسيرة ما عدا ذلك العنوان الرابع هو التقليدي بمعنى إلى أن حزب الله نفذ عمليات باتجاه مواقع إن كان موقع المالكية باتجاه قوة للمشاة أيضا مسكف عام باتجاه الأجهزة التقنية والحديثة أيضا في مزارع شبعة باتجاه موقع السماقة الذي هو هوف وأيضا في كفر شوبة باتجاه موقع رويسات طيب أنا... محمود كذلك اسالك عن القصف الاسرائيلي اليوم تحديدا ردات فعل الاسرائيليين او فعلهم على الاقل اين كانت بالضبط ردات الفعل الإسرائيلي هذه المرة كانت أكثر من كل الأيام الماضية وتحديدا في القطاع الشرقي وتحديدا في هذه القرى لم أستطع صدقا للأمانة أن أحصي البلدات والقرى في محيط من راس النقورة حتى أيضا منطقة القليلية عشر بلدات نزلت عليها العشرات من القذائف ولا أيضا في العالمين الذي لم أتي على ذكرها هو أنهم استهدفوا مركز الجيش اللبناني برج في راس النقورة يعني هذا عنوان خامس محمود الاتصالات مع المصادر أشارت نعم عنوان خامس إلى أن هذا المركز لم يكن في داخله عسكر إلى أنه طيب. استهدف هذا البرج والنقطة الثانية التي كانت حامية أكثر هي عن مثلث رامية ضهيرة عيت الشعب كان القصف عنيف في حين أنه تركز بين كفر شوبة ومزارع شبعة كفر شوبة ومزارع شبعة نعلم أنها مسرح لعمليات عسكرية ماذا عن قوات اليونيفيل محمد؟ لكن الجديد خروجها عن قوات اليونيفيل ايضا في تطور جديد بالنسبه اليها ما بين قصف المقر العام لليونيفيل في الناقوره منذ يومين عاد القصف ليطال مركز الكتيبه النيباليه ليلا في منطقة قرب موقع العباد حتى أنه انتظرنا نحن البيان الذي خرج من اليونفيل من نعم. حوالي ثلاث ساعات وأشار إلى أن قذيفتيها سقطت وإصابة ضابط نقل إلى المستشفى المقر العام ولكن حالته مستقرة وهذا أيضا تطور جديد ويدلل على العشوائية في عملية الاستهداف إذا قلنا استهدف المقر العام استهدف كتيبة النبالية استهدف مركز للجيش اللبناني القصف بدأ يخرج عن إطار المواجهة العسكرية ما بين حزب إسرائيل وحزب الله يطال المدنيين في القرى والبلدات التي أشرت إليها، ولكن الجديد أيضاً على المستوى الأمني هنا في مسألة بغاية الأهمية الأمني العسكري إلى أن الطائرات المسيرة استهدفت منازل لأشخاص وهذه المسألة لم تكن في الفترات الماضية وهي كانت على شقين منزل في عيت الشعب ومنزل في مرور الرأس وأيضاً استهدفت دراجة في منطقة ميس الجبل كان عليها شخصين ذهبنا إلى التدقيق الى انهما حالتهم يعني نقلا الى مستشفى للمعالجه نعم طيب ها. شكرا جزيلا لك من الجنوب اللبناني مراسل الحدث الزميل محمود شكر اذا مشاهدينا اعلن الهلال الاحمر الفلسطيني تلقي نداءات استغاثه كثيره بعد عوده الاتصالات مضيفا ان الوضع الميداني زاد صعوبه وقال المتحدث ان مخزون الوقود لدى خدمه الاسعاف اصبح صفر وبالنسبة للمساعدات، أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنها لا تغطي سوى 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي حذرت منظمة المنظمة الأممية الأونروا من فوضى إنسانية في غزة مع إعلانها اقتحام آلاف الأشخاص في القطاع مستودعات الاغاثه ومراكز التوزيع والاستيلاء على الطحين والمؤن في المناطق الوسطى والجنوبيه من قطاع غزه، واعتبر مدير شؤون الأونروا توماس وايت اقتحام مراكز التوزيع التابعه للوكاله بانه مؤشر مقلق على ان النظام المدني بدا في الانهيار بعد ثلاثه اسابيع من الحرب والحصار المحكم على القطاع، واوضح المسؤول ان النزوح الجماعي للسكان من شمال قطاع غزه بت... او اتجاه الجنوب زاد العبء على الخدمات العامه المتدهوره مشيرا الى ان الامدادات بدات في النفاد وان المساعدات الانسانيه التي تصل الى قطاع غزه على متن شاحنات من مصر غير كافيه الذي حدث انه هذا التصرف حدث في احد المراكز على طريق صلاح الدين مجموعات من الناس دخلت الى هذه المراكز واستطاعت الحصول على المواد التموينيه واغطيه وفراش وما الى ذلك من ده انا بالصدفه كنت امر يعني من ذلك المكان في وقت في وقت حدوثه الشديد انه الوضع الاوضاع في قطاع غزه ليس تبريرا لما حدث ولكن انا استطيع ان اؤكد ان هناك ناس تجوع في غزه الان وانا رايت بام عيني ان هناك اشخاص جوعى في داخل حتى مراكز الايواء او في خارج مراكز الايواء هناك اطفال يصرخون بانهم جوعى، هناك نقص في كل شيء الان، هناك طوابير طويله مئات الامتار على المخابز، هناك نقص في المواد الغذائيه يعني بصراحه الحياه تنفذ من 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 القاهرة تنضم إلينا دكتورة رنا حجة مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مرحبا بك دكتورة التقارير التي وصلتكم للتو من داخل قطاع غزة بماذا تفيد؟ طبعا تفيد أن الوضع الصحي مساء الخير اولا شكراً مساء النور تفيد انه اللي... انه الوضع الصحي هو وضع كارثي طبعا مثل ما ذكرتوا من شوي بالريبورتاج وضع صعب جدا في صعوبه بايصال المساعدات الطبيه الانسانيه للمستشفيات نحن بالوقت الحالي في عنا عده شاحنات وامبولانسات منتظره على حدود رفح حتى يتم ادخالها ولكن لحد الوقت الحالي ما في بعد اي اشاره انه ممكن تدخل هو دخلنا تقريبا حوالي ست شاحنات بالفتره الماضيه بالاسبوع الماضي ولكن دي هيدي كميه قليله جدا طبعا عدد حالات القتلي مثل ما ذكرت نحن منتظرين تجينا بيانات أكثر نعم. من مكتبنا ب من مكتبنا كمان بفلسطين، نعم نعم عم تسمعني؟ سل... نعم أسمعك ولكن قطع الاتصال قليلاً، تفضلي دكتوره ايوه ايوه بس مثل ما ذكرت انه الوضع صعب جدا والمستشفيات طبعا المستشفيات في خطر على المستشفيات اولا لانه يعني وجهت عديد من الانذارات للمستشفيات خاصه بشمال غزه لاخلاء المرضى وهذا شيء طبعا امر مستحيل يعني مثل ما ذكرنا عده مرات في كثير من المرضى يلي لا يمكن اخلاءهم وخاصه من المرضى يلي مثلا عندهم مكنات لللايف لايف سبورت علشان يقدروا يضلوا يتنفسوا خاصة بالعناية الفائقة في عنا أطفال الرضع البريماتشور اللي كمان مش ممكن يطلعوا في كتير في كتير مرضى هل لديكم فريق يعمل الآن دكتورة إذا سمحتي لي في, في في داخل قطاع غزة نعم نعم عندي فريق فريق نعم هو عنا فريق ولكن فريق صغير نسبيا يعني عم بيحاولوا عم بيحاولوا جهدهم انه المساعدات الطبيه اللي عم توصلهم عم بيوصلوها للمستشفيات وتم ايصال بعض المعدات الطبيه والادويه الضروريه يعني الادويه زي الادويه اللي بتوقف النزيف ادويه اللي ممكن واحد للعمليات الجراحيه تم ايصالها الى المستشفيات بشمال غزه ولكن هي جزء ضئيل جدا من الاحتياجات الفعليه على الارض. دكتوره كذلك اسرائيل يعني ركزت كثيرا على المستشفيات في الاونه الاخيره. هذه المستشفيات بالطبع هي تتبع للنظام الصحي وانتم منظمه عالميه. الم طبع. يكن حاليا بمنظمتكم مخاطبه اسرائيل أن, ان تبتعد عن هذه المستشفيات هي لخدمه الناس لطبابه الناس. طبعا يعني نحن من اول ما ابتدى الاول هجوم على مستشفى الاهلي ونحن نددنا بشده بكل بلهجه شديده جدا بالهجمات على كل شيء مصالح اي اي مراكز صحيه او اي شيء تابع للصحه نحن الطريقه اللي بنعرف فيها عن الهجمات الصحيه حتى لو لو ضربوا على اي طريق حدا حتى رايح ياخذ خدمات بالمراكز الصحيه يعتبر هجمات على المنافع الصحية هيدا الشيء طبعا غير أنه إنسانيا مش مزبوط ولكن حتى ضد ضد قوانين كل القوانين الدولية وكل قوانين الحرب والمنظمة نددت فيها اليون يعني المدير الأمين العام للأمم المتحدة نددت فيها دكتور تيدروس مدير المنظمة طبعا هيدا يعني هيدا من الامور يلي ممنوع ولكن للاسف تتكرر هذه الهجمات على المراكز الصحيه نحن بالوقت الحالي يعني بنرصد حتى عدد الهجمات وعدد الناس اللي عم بيكونوا مصابين بهذه الهجمات طيب ناقشتم دكتوره في اذا سمحتي لي بدائل الان باعتبار ان الوضع يتازم بحسب ما يصلكم وما تتحدث به منظمة الصحة العالمية منظمتكم وكذلك الأمم المتحدة هل ثمة بدائل يمكن مساعدة الناس أنتم كمنظمة عالمية؟ طبعا طبعا نحن في مفاوضات عم تحصل كل الوقت على موضوع خاصة يعني نحن ضمن المنديت أو تفويض منظمة الصحة العالمية طبعا هي الاهتمام بالأمور الصحية في أمور كثيرة على مستوى المناقشات بشكل عام او المفاوضات عم بتصير كمان على مستوى الامم المتحده ولكن نحن كمنظمه صحه طبعا في مفاوضات كثير بالنسبه اولا لحمايه المراكز الصحيه ولا تامين الخدمات او كمان المعدات والادويه الانسانيه الضروريه بالوقت الحالي ولتامين تامين مثلا انه المعدات هيدي تمرق على عن طريق معبر رفح مثل ما قلت بالاول في معدات وما في نقص بالمعدات ولكن هذه المعدات يعني عالقه على معبر رفح للاسف وفي مناقشات مع كل الاطراف اللي ممكن تاثر على هذا الموضوع ونتأمل خير طيب دكتوره الدول التي تريد ان يعني تساعد هل تم تنسيق معها او اتصال بانه الناس بحاجه الى الطبابه اولا وبعدها المساعدات الاخرى يمكن طبعا طبعا نعم تفضلي في في تنسيق في تنسيق عم بيحصل علي عده علي عده مستويات طبعا بالنسبه للامور الطبيه يعني نحن عم بنكون المنسق الرئيسي كمنظمه الصحه ولكن في احتياجات تانيه لل طبعا للاكل للمي للوقود يلي هي من ال... كمان الوقود مهمه جدا لتامين الطاقه للمستشفيات ولكن ايضا لتامين بعض الوقود للشركات مثلا تحليه المياه اللي هي عم بتامن بالوقت الحالي المي الضروريه لل للسكان بغزه وطبعا بشكل عام تامين يعني نحن عم نحن عم ندعو لوقف فوري لكل لاطلاق النار يعني بالتعاون مع كل الشركاء ولكن تنسيق كمان لازم اذكر انه عم بيصير مع وزاره الصحه بمصر مشكورين ومع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني اللي هن عم بيتكفلوا طيب. بالمساعدة مع الموظفين يعني مع الموظفين المنظمة وغيرهم أنه يوصلوا خاطبت المنظمة الجهات الإسرائيلية دكتورة إذا سمحت لي وإن كان الجواب نعم ما الذي قيل لها وما هو الجواب فيما يخص ما يجري الآن في قطاع غزة طبعا نحن كمنظمه عم بنخاطب نحن ما بنتفاوض معهم بشكل مباشر ولكن نحن نخاطب الناس المسؤولين عن القطاع الصحي وطبعا مثل ما بتعرف يعني لحد لحد الوقت الحالي ما في استجابه ولكن المفاوضات ماشي ولكن ما في استجابه بالوقت الحالي لايقاف الهجمات ولكن نحن طبعا مش حنوقف وعم بنحاول نكون على الاقل اولا من جهه عم بنحاول يعني نكون جاهزين جاهزيه تامه نحن جاهزين ل للاستجابه لهذه الهجمات بكل المعدات وحتى بالطواقم الطبيه يعني لو سمح لكم دكتوره انتم يعني للعمل مم. يعني هناك نحو تسعة ألف اصابه حتى الامس مم. اليوم غير يعني لم يضاف اليها اصابات اليوم يعني هذا المسجل انتم جاهزون بفرقكم لمساعده الناس لو فتح المجال طبعا. طبعا نحن جاهزون في في طواقم طبيه في سيارات اسعاف في شحنات مليئه بكل المعدات الطبيه ولكن يجب ان تعطى الـ يعني السكيورتي كليرنس الامن السماح يعني من جهه القوات الامنيه انه تدخل هو بيصير في نوع من السكريننج بيصير في كشف على كل محتويات الشاحنات عم بنحاول نشتغل مع كل الفرقاء على المعبر حتى يصير في نوع كمان من الأولية، إن الأولية تكون للاحتياجات الأساسية بالأول وخاصة الاحتياجات الطبية طيب هل من فريق يعني يعتزم زياره غزه في الوقت الراهن من المنظمه يعني مدير المنظمه مثلا دكتوره باعتبار انه قبل قليل مده عام الجنايه الدوليه قال انا اود ارغب ان ازور غزه الان وكذلك استمع الى معاناه الناس هناك هل هل ثمت يعني مقترح بهذا الشان او لا الظروف لا تسمح مثلا بالوقت الحالي الظروف لا تسمح ولكن اول من اول ما تسمح الظروف طبعا نحن دائما المنظمه بكل الطوارئ اللي صارت قبل يعني نحن منطقتنا منطقه للاسف طوارئ يعني بس اخر كم اخر الشهر الماضي كان عندنا طوارئ بالسودان اللي هي بعدها موجوده بالمغرب بليبيا طبعا دائما ممثلين المنظمه بيكونوا موجودين على الارض ولكن بالوقت الحالي الظروف ما بتسمح واهم اهم شيء بالوقت الحالي انه نامن دخول المعدات الطبيه الاساسيه والوقود هيدي يعني عم بنركز على الاوليات حتى ما نلتهي بموضوع الزيارات وال يعني كل يعني موضوع السماح لهذه الزيارات لانه هي طبعا بتاخذ نوع من التنسيق السياسي كمان أختم معك دكتورة بالسؤال عن العدد الذي دخل الآن وأنتم تعرفونه على اطلاع يعني من منظمة الصحة العالمية إلى داخل قطاع غزة من مساعدات سواء شاحنات أو أو طبيعة هذه المساعدات الطبية بالوقت الحالي دخل بس ست شاحنات يلي مليئة بالمساعدات الطبية وللأسف هيدا أكثر شيء عم نقدر يعني ندخله بس في عنا حوالي عشرين شاحنة موجودة على معبر رفح دكتوره مليئه مليئه بمعنى الكلمه لان هناك صور وفيديوهات من داخل قطاع غزه عندما صعدوا الى احدى الشاحنات وجدوا بان أربعين علبه فقط موجوده فيها وتكاد تكون شبه فارغه هذه هذه الشاحنه لا انا ما بعرف عن بقيه الشاحنات لانه طبعا في شاحنات كثير منتظره على معبر رفح في كثير دول قدمت مساعدات مش كلها مساعدات طبية أكثريتها في في مساعدات تانية نوع أطعمة وغيرها ولكن أنا اللي بعرف إنه الشاحنات هي اصلا مش بس مش بس الكميه هي المهم نوعيه المعدات الطبيه اللي عم تدخل والادويه يعني مثلا عندك بعض الادويه مثلا ادويه نقف وقف النزيف هيدي ادويه ضروريه جدا ادويه البنج اللي هي على اللي كمان ضروريه لاجراء العمليات الجراحيه مش بس الكميه يعني انا بشدد على نوعيه الادويه اللي عم تدخل هلا اللي تكون احتياجاتها نعم. بس انا نحن انا كان عندنا فريق ما قدروا وصلوا على رفح من يومين كان عندنا فريق على المعبر وصلوا على العريش آه وتاكدوا الطيارات عم تنزل يعني كل شوي في طيارات كثير عم تجي مجهزه ولكن يجب التعامل مع كل الفرقاء حتى يتم ادخال هذه الشاحنات بالمعدات الطبيه الاساسيه الانسانيه بشكل متواصل يعني نحن ما في ما بيعملوا شيء يعني هن جزء شيء بسيط جدا ضئيل من من الاحتياجات اللازمه بالوقت الحالي شكرا جزيلا لك من القاهره الدكتوره رنا حجه مديره اداره البرامج في المكتب الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه للشرق المتوسط بعد العوده التدريجيه لخدمه الاتصالات في مناطق مختلفه في قطاع غزه، كشف المسعفون في وزاره الصحه الفلسطينيه عن طرق بديله لجأ اليها مقدمو الرعايه الطبيه للوصول الى المدنيين المصابين. عادت الاتصالات تدريجيا لمناطق مختلفه في قطاع غزه بعد انقطاع. ضعف الخدمة لم يمنع المدنيين من ارسال نداءات استغاثة كثيرة بعد القصف الإسرائيلي الكثيف على غزة، لكن الانقطاع الذي تسبب في توقف نداءات الاستغاثة من قبل المدنيين دفع المسعفين في خان يونس للعمل بطريقة مختلفة. نحن الآن نعمل كخطة بديلة صعبة جداً علينا وعلى المواطنين من حيث الاستهدافات أو نداء الاستغاثة. الان سيارات الاسعاف متواجده داخل مجمع ناصر الطبي وداخل جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني تنتظر اي مواطن ياتي الى الجمعيه او الى مستشفى ناصر كي يطلب نداء استغاثه إلى جانب الانتظار داخل أسوار المستشفيات يتم الاستدلال نهارا بأعمدة الدخان المتصاعد جراء أي قصف لتحديد المنطقه بشكل تقريبي والتوجه اليها لاسعاف المصابين فيها رغم عدم وجود اي وسيله اتصال بين المستشفى وسيارات الاسعاف ولا احنا عارفين نتواصل لا انترنت ولا جوال ولا وطنيه ولا اي حاجه احنا عن العالم كله اعتبار المعزولين عن العالم، قطاع غزه معزول عن العالم، القصف بيصير جنبنا حوالينا هنا وهنا ما بيقدروش يوصلوا لنا وين؟ ما بيعرفوش انه القصف من وين اجالنا. وضع كارثي يعيشه القطاع بحسب مقدمي الرعايه الطبيه. وسط تخوف الهلال الأحمر الفلسطيني من نفاد مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف بشكل كامل رند الشيخ العربية أكد البيت الأبيض أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ كافة السبل الممكنة للتمييز بين الإرهابيين والمدنيين وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جاك سيليفان بحديث مع سي أن أن قال إنه من غير المقبول تماما أن يمارس المستوطنون العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء وحمل نتنياهو مسؤولية كبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو هاتفيا اهميه ادخال المساعدات الانسانيه العاجله الى قطاع غزه وشدد سوناك وماكرو على ضروره تسهيل الدخول العاجل للمساعدات الى غزه حيث اتفقا على العمل سويا وبذل الجهود آه لتوفير الغذاء والوقود والماء والدواء لسكان القطاع كما اعرب سوناك وماكرون عن قلقهما من خطر التصعيد على نطاق اوسع في المنطقه لا سيما في الضفه الغربيه تعال اطلع لجاي تعال اطلع لجاي العملية البرية التي تهدد اسرائيل بشنها على قطاع غزة يبدو ان اشارة امريكية اجلتها وفق تقارير امريكية. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين امريكيين ان نصائح من ادارة بايدن غيرت نهج اسرائيل في التوغل البري داخل قطاع غزة. المسؤولون اضافوا للصحيفة ان التوغلات المحدودة في القطاع مبدئيا على الاقل تاتي تماشيا مع اقتراح قدمه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف جالنت أما عن الأسباب فتقول الصحيفة أن الأمريكيين قلقون من الخطة الإسرائيلية نظرا لعدم وجود أهداف عسكرية محددة يمكن تحقيقها في العملية البرية وبحسب المسؤولين الامريكيين فان الجيش الاسرائيلي ليس مستعدا بعد لشن غزو بري واسع في قطاع غزه. نيويورك تايمز ذكرت ان وزير الدفاع الامريكي نصح نظيره الاسرائيلي بالتفكير المعمق حول كيفيه تنفيذ الهجوم البري مع وجود شبكه معقده من الانفاق اسفل القطاع. وراى مسؤولون امريكيون ان عوامل اخرى أثرت في تخطيط إسرائيل للحرب ومن بينها التأثير المحتمل على مفاوضات إطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في القطاع واشنطن ينضم الينا مايك ميلروي النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط مرحبا بك سيد مايك ابدا معك بما تمثله واشنطن الان بالنسبه لتل ابيب فيما يخص العمليات العسكريه في قطاع غزه هل هي الناصح ام الداعم ام المشارك في هذه العملية العسكريه؟ انا سعيد ان انضم اليك والى مشاهدك اعتقد افضل سبيل لوصف الدور الامريكي هو ان الولايات المتحده تقوم بدور المستشار تعلم ان الولايات المتحدة ساهمت بحوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا لإسرائيل لأغراض الدفاع والأمن وبالتالي فالولايات المتحدة توفر المشورة لكن إسرائيل هي التي تتخذ قراراتها بالسيادة ولكن كما ذكرتم قبل قليل هناك أكثر من مئتي رهينة بأيدي حماس من بينهم حوالي عشرة رهائن أمريكيين وهذا عامل آخر يجعل الولايات المتحدة تهتم كثيرا بالعملية البرية لانه في نهايه المطاف الهدف المعلن لاسرائيل هو تدمير حماس وكذلك سعادة الرهائن لكن هذين امرين صعب تحقيقهما في الوقت ذاته وهناك ايضا تركيز على المساعدات الانسانيه التي ينبغي ان تدخل الى غزه في ظل الكارثه الانسانيه وانعدام المياه والاغذيه والكهرباء اعتقد هذا عنصر اخر سوف تأخذه الولايات المتحدة في الحسبان وراء الستار ولكن سيكون هناك أيضا تصريحات تدعم ذلك وهذا باعتقادي ما تركز عليه القضايا الإنسانية للفلسطينيين والرهائن وبطبيعة الحال حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال مقاتلة العدو الذي هاجمها في السابع من أكتوبر وجود رهائن يحملون كذلك الجنسيه الامريكيه هل سيحتم تدخلا امريكيا في هذه العمليات البريه مع الحديث بان فرقه متخصصه بهذا الشان او مستشارين على الاقل يمكن ارسالهم او ارسلوا الى اسرائيل <applause> نعم لا زال أعتقد أنه من أفضل السبل لسعادة الرعين هو عبر الطرق الدبلوماسية من خلال الجهود التي تبذل من قبل قطر وحتى وإن تطلب ذلك تبادل الأسرة, الأسرة فهناك ستة آلاف سجين فلسطيني لدى إسرائيل وأعتقد أن هناك مفاوضات فيما إذا كان هناك حاجة لمبادلة كافة السجناء بالرهائن واعتقد في نهايه الامر هذا سيكون قرارا اسرائيليا لكن الولايات المتحده وبلدان اخرى لديها رهائن في غزه سوف يكون لها كلمه ايضا واعتقد هذه مساعي تبذل لاستعاده الرهائن دون العمل العسكري لانه سيكون هناك عمل صعب وقد شاركت في محاولات انقاذ الرهائن ولكن هذه عمليه محفوفه بالمخاطر وصعبه للغايه وصحيح الولايات المتحده لديها افضل الفرق التي تقوم بتحرير الرهائن في العالم وهي مجهزه باحدث الوسائل ولديها ايضا وكاله الاستخبارات المركزيه اعتقد هناك طبعا مستشارون امريكيون على الارض يتعاونون مع القوات الخاصه الاسرائيليه القادره ايضا على القيام بمهمه كهذه واذا ما تطلبت وما القيام بعملية عسكرية لتحرير الرهائن ولكن كما قلت هذه عملية معقدة للغاية ولكن يمكن أن تمضي قدما إذا انهارت المفاوضات. طيب إذا كان أهالي الرهائن الإسرائيليين يطلبون من رئيس حكومتهم أن يفرج عن كل الفلسطينيين، عن كل الأسرى، عن كل هذا العدد الذي طلبته حماس. من وجهة نظرك هل ستكون واشنطن داعمة لهذا المقترح وبالتالي يفك رهن هؤلاء جميعاً؟ هذا طبعا أمر غاية في الصعوبة وقد رأيت أن غالبية الإسرائيليين يتفقون مع رأي كهذا لو حدث ذلك وكلما طال أمد قضية الرهائن كلما مارست أسر الرهائن ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية والنتنياهو وأعتقد إذا سمر ذلك قد يحدث تبادل الأسرة والويت المتحدة قد اعلنت وحثت اسرائيل على القيام بذلك واعتقد ان كافه البلدان التي لديها رعايا رهائن في غزه ستمارس هذه الدول ضغوطا على اسرائيل لاستعاده هؤلاء الرهائن والكثيرون منهم اطفال ما كان يجب بدايه ان يؤخذوا رهائن والكثير من النساء والمدنيين لا صله لهم بما يحدث ولكنهم رهائن وسيكون هناك ضغوط متزايده لاستعادتهم والا سوف يتم اللجوء الى الوسائل العسكريه وللاسف هذا قد يؤدي الى وفاه الكثير من الرهائن. الرئيس الامريكي ومسؤولون كذلك امريكيون يحذرون من استفزاز الفلسطينيين في الضفه الغربيه من قبل المستوطنين. هل تنظر واشنطن الى الضفه الغربيه بعين مختلفه عن تلك التي تنظر بها الى غزه؟ من الواضح حركة حماس كانت تحكم غزة وهي التي قامت بالهجوم في السابع من أكتوبر وبالطبع الولايات المتحدة تتفهم الوضع في إسرائيل ورد إسرائيل على حماس طبعا هناك نظرة مختلفة للضفة الغربية لأن الضفة تحكمها السلطة الفلسطينية ولا أعتقد أن لن يكون هناك ما يؤدي الى حرب اقليميه ولكن اذا واصل المستوطنون اطلاق النار على الفلسطينيين وقتلهم هذا امر طبعا سيكون غير مقبول واعتقد سيكون هناك ضغوط متزايده من قبل الولايات المتحده على نتنياهو للتحرك في هذا المجال لان الوقت غير مناسب على الاطلاق للقيام باي استفزازات ضد المدنيين الفلسطينيين لهذا قد يؤدي إلى اتساع رقعة النزاع شكرا جزيلا لك من واشنطن مايك ميلوري النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط لمشاهدينا الذين انضموا إلينا الآن نعود ونذكر بآخر التطورات الحرب مستمرة في غزة اليوم الثالث والعشرين وسط حصار عسكري وإنساني سلطات القطاع أعلنت ارتفاع عدد القتلى والمفقودين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية إلى نحو عشرة ألاف شخص صحة غزة أعلنت ارتفاع عدد القتلى قتل القصف الإسرائيلي إلى ثمانية ألاف وخمسة أشخاص بينهم ثلاثة ألاف وثلاثمائة واثنان وأربعون طفلا إضافة إلى تلقيها بلاغات بوجود ألف وثمانمائة وسبعين شخصا تحت الأنقاض بينهم ألف وعشرون طفلا وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أحصت من جانبها مقتل ألف طالب في غزة وأكثر من سبعين من الكادر التعليمي حتى الآن من جانبها حذرت الأونروا من نفاد مقومات الحياة في القطاع مضيفة أن فوضى الجوع تهدد غزة ينضم الينا من وسط غزه صحفي خضر الزعنون مرحبا بك استاذ خضر ابدا معك بالوضع الميداني والغارات المتواصله على القطاع وفي ماذا كان هناك ارقام جديده مساء الخير لك حسين ولكل المشاهدين مسألنا. أولا هذه الغارات لا زالت متواصلة من الطائرات الإسرائيلية التي تدك منازل المواطنين وخاصة المنازل المأهولة بالسكان آخر الغارات استهدفت منزلا لعائلة جمعة في منطقة دوار الصفطاوي إلى الشمال من مدينة غزة تم نقل حتى هذه اللحظة 16 ضحية إضافة إلى أكثر من 27 مصابا من هذا المنزل ولا زال هناك أعداد تحت الركام سبق ذلك ايضا استهداف احد المنازل في حي الجنينه في مدينه رفح الى الجنوب من قطاع غزه وادى الى سقوط سته من الضحايا وإصابه اكثر من عشرة اخرين، الغارات الاسرائيليه متواصله على مناطق مختلفه من قطاع غزه حيث كانت ايضا قبل ساعه من الان وبشكل مركز في احياء مختلفه من مدينه غزه وخاصه حي الزيتون الى الجنوب الشرق من مدينه غزه وايضا في حي تل الهوى الى الجنوب الغرب من مدينه مدينة غزة عندما استهدفت إحدى الغارات منزلا أو بناية سكنية ملاصقة ومجاورة لمبنى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر في هذا الحي وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى وأيضا النازحين المتواجدين بداخل هذا المستشفى هذه الغارات أيضا تترافق مع أيضا إطلاق نار من المروحيات العسكرية الإسرائيلية وخاصة في المناطق الحدودية الشمالية من قطاع غزة وأيضا الشرقية حيث نسمع دوي طلقات الرصاص من هذه الطائرة على ما يبدو هناك أيضا تستمر اشتباكات خاصة في المنطقة الشمالية وبالتحديد في منطقة إلى الشمال إلى الشمال الغرب من بلدة بيت لاهيا حسب ما أفدنا من يعني أكثر من مصدر من كتاب القسام أنهم يخوضون اشتباكات مع جيش مع الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة أيضا هناك عمليات إسناد من هذه الطائرة للجيش الإسرائيلي في عملية يعني الاشتباك المتواصلة مع عناصر القسام في المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة هذا أيضا يترافق مع قصف بالقذائف من البوارج والزوارق البحرية الإسرائيلية التي تجوب ساحل قطاع غزة وتحديدا في المناطق الساحلية الغربية لمدينة غزة حيث نسمع بين الفينة والأخرى إطلاق القذائف والتي تصيب منازل المواطنين أيضا يتزامن ذلك مع استهداف المدفعية الإسرائيلية للأحياء الشرقية من مدينة غزة وأيضا الأحياء الشرقية من المخيمات وخاصة مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع نعم حسين طيب فقط سريعا خضر أريد أن أستطع منك منطقة الصفطاوي هناك قصف عليها قبل قليل نعم نعم بالفعل هذا القصف الذي ادى الى يعني استهدفت الطائرات الاسرائيليه منزلا ماهولا بالسكان دون سابق انذار على رؤوس ساكنيه تم قصف هذا المنزل في منطقه دوار الصفطاوي الى الشمال او اقصى الشمال طيب. من مدينه غزه ما ادى الى سقوط 16 ضحيه واصابه اكثر من 27 تم نقل اعداد منهم الى مستشفى الشفاء ولا زالت سيارات ومركبات الاسعاف شكرا. والمواطنين الخاصه تنقل يعني اعداد من تلك المنطقه لانه لا زال هناك تحت الركام. نعم، شكرا جزيلا لك من وسط غزه، صحفي خضر الزعنون. رافقت احلام والمستقبل طفلا فلسطينيا يدعى ميسره الهندي الى داخل احدى خيام النزوح في خان يونس ليجد نفسه وسط صحفيين يقدم لهم الشاي والقهوه ويستثمر وقته في التدرب على مهنتهم التي يحلم بها. تفضل يا صاحب المهمات الصعبه مشروباتي ساخنه كما اخبركم وعلى راسي علامه حلم يراودني هذا هو الطفل الطموح ميسر حمدي الهندي ابن العشر سنوات اتى عنوه الى مخيمات النزوح التي اقيمت امام مجمع ناصر الطبي في خان يونس وتحت هذه الاقمشه المهترئه يتدرب على مهنه المستقبل. نفسي صحفي، انا بجيب شاي وقهوه للصحفيين. امنيه لا تفارقه رغم انه شهد بام عينه على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في تغطيه اخبار الحرب الاسرائيليه المتواصله، وحينما اجتمع بمزاولي هذه المهنه، ألح عليه الهدف اكثر ان يصبح عين الحقيقه في غزه. هي صعيدي محوطانه هي بتقتل النساء والاطفال ولا عندنا دواء ولا عندنا كهرباء ولا عندنا ميه. احنا مش قادرين نتحرك من مكاننا ولا رايحين ولا بطلنا نعرف ندرس نقرا. تحت هذه الخيام احلام تركوا وراءها منازلهم على عجل، لكنهم غادروها دون ان ينسوا امل تحقيق مرادهم تماما كهذا الطفل الذي لقب بصديق الصحفيين الصغير. أكد البيت الابيض انه يتعين على اسرائيل اتخاذ كافه السبل الممكنه للتمييز بين الارهابيين والمدنيين. وقال مستشار الامن القومي الامريكي في البيت الابيض جاك سيلفان بحديث مع سي ان ان قال انه من غير المقبول تماما ان يمارس المستوطنون العنف ضد الفلسطينيين الابرياء. وحمل بنيامين نتنياهو مسؤوليه كبح عنف المستوطنين في الضفه الغربيه. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله في مقر الرئاسة في رام الله وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الذي ينتهك بشكل سافر القانون الدولي. مطالبا بانشاء ممرات انسانيه دائمه لادخال المساعدات الانسانيه وتوفير المياه والكهرباء والوقود وتوفير الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني والذهاب الى مؤتمر دولي للسلام ورفض اي حلول جزئيه وامنيه لقطاع غزه وشدد على تحميل اسرائيل المسؤوليه على ما يجري من عدوان على قطاع غزه مؤكدا رفضه تهجير ابناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وأرضهم سواء من غزة أو الضفة أو القدس نفذت قوات إسرائيلية سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية حيث اقتحمت قوة إسرائيلية مدينتي طول كرم وجنين فيما قتل شخص واحد في رام الله بعد دخول قوة أخرى لبلدة بيت ريما شمال غرب المدينة هذا وقامت قوات إسرائيلية أيضا باقتحام مخيم عسكر القديم شرقية مدينة نابلس بمرافقة جرافتين نتج عنهما إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي وكان مستوطنون في الضفة الغربية نفذوا هجمات عدة ضد المزارعين الفلسطينيين في قرية الساوية وأقدموا على قتل شاب فلسطيني في نابلس تعال جاي من الله ينضم إلينا مراسل الحدث خالد القاسم مرحبا بك خالد نستطلع منك أجواء مدن الضفة الغربية وآخر ما يجري بحق الفلسطينيين هناك من قبل القوات الاسرائيلية والمستوطنين. نعم حسين قتل الجيش الاسرائيلي هذا اليوم خمسه فلسطينيين خلال عمليات اجتياح واعتقالات نفذها في العديد من المدن الفلسطينيه فاثناء اجتياحه للمنطقه الشرقيه من مدينه نابلس قتل فلسطينيان من مخيم بلاطه ومخيم عسكر إضافة إلى إصابة خمسة فلسطينيين آخرين بالرصاص والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع وأيضا بمحافظة طوباس في بلدة طمون تحديدا وأثناء تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية اعتقالات جرت هناك مواجهات واشتباكات ما بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قتل خلالها فلسطيني وقرية بيتريما كما ذكرت حسين في الخبر كانت هناك عملية اقتحام للبلدة ولتنفيذ عمليات اعتقالات جرت هناك مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن مقتل فلسطيني وليلا وحتى ساعات الصباح كان هناك عملية اجتياح لمخيم الدهشة بمحافظة بيت لحم جنوب الأراضي الفلسطينية اسفرت عن اعتقال عدد من سكان المخيم اضافه الى وقوع عدد من الاصابات هذا كان في ساعات الصباح اكتشف الفلسطينيون في ساعات ما بعد العصر بان فلسطينيا قتل على سطح احد المنازل ولم ينتبه لاصابته احد فبقي ينزف حتى فارق الحياة في مستشفيات بيت اللحم. الجيش الإسرائيلي اليوم اعتقل أكثر من ثمانية وثلاثين فلسطينيا ليصبح عدد من اعتقلهم منذ السابع من أكتوبر أكثر من ألف فلسطيني إضافة إلى التجديدات والحصار العسكري المفروض على المدن الفلسطينية والبلدات والقرى حيث أغلقت. القوات الاسرائيليه ب 37 حاجزا جديدا محيط البلدات والقرى بمحافظه بيت لحم، اضافه الى اغلاق العديد من البلدات والقرى بمحافظتي نابلس وسلفيت. شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل حدث خالد القاسم. من القدس ينضم الينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي مرحبا بك زياد نستطلع منك اخر تفاصيل المشهد العسكري بناء على ما يتحدث به الاسرائيليون من وزاره الدفاع الى رئيس حكومتهم بالنسبه للمشهد العسكري في المعلومات حاليا بان العمليه البريه مستمره في المناطق الزراعيه المفتوحه اساسا شمال قطاع غزه خلال يوم او يومين ستبدا الاحتكاك عمليه الاحتكاك بالمناطق المبنيه بالنسبه للجيش الاسرائيلي حاليا المهمه التي اوكلت اليهم هو محاوله الاشتباك مع اكبر عدد من المقاتلين الفلسطينيين في تلك المناطق خط الدفاع الاول كما يسمى عن قطاع غزه هناك ثلاثه جنود اصيبوا على الاقل من بينهم اثنان في حال الخطر منذ بدء هذه العمليه البريه بخلال اشتباكات واستهدافات من قبل المقاتلين الفلسطينيين الذين يحاولون اطلاق صواريخ كورنيت على الدبابات الاسرائيليه أيضا مرت خرج مرتين مقاتلون من أنفاق تحت الأرض في داخل قطاع غزة خرجوا من نفق بالقرب من أحد المنازل جرى وفق ادعاء الجيش الإسرائيلي قصف المكان بالمدفعية بعد رصدهم والمكان الثاني كان عند حاجز بيت حانون أو إيرز كما يسمى خرج مقاتلون واشتبكوا مع الإسرائيليين في تلك المنطقة كل ذلك ما زال يجري تحت تعتيم شديد لجهه المعلومات والتحركات داخل قطاع غزه لامرين وفق مراقبين عسكريين، الامر الاول كي لا تعرف حركه حماس نوايا الاسرائيليين في هذا التحرك التوغل طبعا بات ثابتا لم يخرج بدون خروج الان فقط يمكثون داخل المناطق الشماليه والامر الثاني من التعتيم هو بالنسبه لحزب الله في الشمال يريدون فحص الموضوع ولهذا هناك اوامر عسكريه بعدم الإفراج عن أي معلومات تتعلق بالعمل البري داخل قطاع غزة ريثما يتضح تتضح نوايا حزب الله على الجبهة الشمالية علما أن هناك توسيع لرقعة المواجهة في الجبهة الشمالية بالأمس قصفت إسرائيل لأول مرة بعمق 30 كيلومترا في لبنان عند جبل الصافي وبالتالي اليوم رد حزب الله وحماس بإطلاق صواريخ على نهرية وكريات شمونة لهذا هناك قلق متزايد من الإسرائيليين مع أن جبهه الشمال هي بكثير تحت سقف الحرب فيما ان التركيز على جبهه الجنوب. طيب زياد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي النشاط البري في غزه معقد ويتضمن مخاطر على قواتنا. ما معنى هذا الحديث يعني هل هو يعني تراخي في مساله الاجتياح البري وبالتالي لا الان الخطوه تدرس بشكل مكثف؟ لا لا يوجد تراخي هذه الخطوه ستكون ولكن على ما يبدو بالتدريج وهذا هو التغيير بمعنى لن ينقضوا بأرتال دبابات وتبدا عمليه بريه واضحه المعالم من محاور كثيره وانما بالتدريج يغيرون الخطط وفق المعطيات الميدانيه لكن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي اليوم قال للجنود وقال لسلاح المدرعات ان القتال سيكون قويا ولمدة طويلة جدا داخل قطاع غزة التقديرات أنها ستستمر أسابيع بقوة كبيرة وأشهرا لربما إذا أرادت إسرائيل فعلا أن تقترب من تحقيق أي من أهدافها داخل قطاع غزة مصدر سياسي إسرائيلي اليوم تحدث في إحاطات للصحافة الإسرائيلية تحديدا طلعنا على هذه الإحاطات أيضا يتحدث أيضا عن أن هذه العملية البرية قد تزيد الضغط حاليا على حماس لجهة حلحلة الموضوع بالنسبة للأسرة لي بمعنى ليست ضد صفقة أسرة وإنما بالتوازي ستسير الأمر الآخر الذي يقوله هذا المسؤول الإسرائيلي هو أنه لا يوجد ضغط أمريكي على اسرائيل في العمليه البريه حاليا خلافا لما يقال في الاعلام، الامر الاخر الذي تحدث عنه بان صفقه متكامله بمعنى الجميع في مقابل الجميع يقصد جميع الاسرى الفلسطينيين في مقابل جميع الاسرى الاسرائيليين حظوظها شبه معدومه. ولهذا يجب إحياء صفقة صفقة ممكنة وهي قضية إطلاق المدنيين وهناك الآن مفاوضات تحت النار وفق هذا المسؤول الإسرائيلي شكرا جزيلا لك من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خاية أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على مقاتلين فلسطينيين اطلقوا النار باتجاه او اتجاه القوات الاسرائيليه واخرين تم رصدهم على خط الشاطئ في منطقه زكيم داخل قطاع غزه. الجيش الاسرائيلي قال انه استهدف مبان عسكريه تابعه لحماس كان في بعضها مقاتلون بالاضافه لاستهداف منصات لاطلاق الصواريخ المضاده للدروع ومواقع استطلاع وبنى تحتيه عسكريه. أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاكاري في بيان له أن الجيش قام بتوزيع أو بتوسيع دخول قواته إلى قطاع غزة مشددا مش أن القتال في شمال القطاع مازال مستمرا خلال الليل قمنا بتوسيع دخول قوات الجيش الاسرائيلي الى قطاع غزه وستنضم الى القوات التي تقاتل بالفعل القتال على الارض في شمال قطاع غزه مستمر نقوم تدريجيا بتوسيع النشاط البري ونطاق قواتنا في قطاع غزه ونحن نتقدم بشكل ملموس لدى حماس اسلحه محليه الصنع فهل هذا كل ما بحوزتها طبعا لا يقول تلفزيون بي اف ام الفرنسي ان ثمه ترسانه ضخمه من الاسلحه قادمه من ايران ودول اسيويه اخرى بحوزه حماس وفق المحطه الفرنسيه عده الاف من الصواريخ في مخزونها مخباه بعنايه فائقه في انفاق سريه تقع تحت قطاع غزه وليس ادل على ذلك سوى ما حدث يوم السابع من اكتوبر اذ اطلقت خمسه الاف صاروخ في يوم واحد وهو ما يشي بانها تمتلك مخزونا هائلا من الاسلحه كما استخدمت حماس ايضا مسيرات لاستهداف ابراج مراقبه اسرائيليه وهو مؤشر اخر على انها استعانت بيد من خارج غزه لتصنيعها او تعديلها وقبل ايام عثر الجيش الاسرائيلي في موقع قيل انه تابع لحماس على اسلحه تنوعت بين الالغام وقاذفات الصواريخ وقذائف ومسيرات مصنوعه يدويا ويقدر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن نحو عشرة آلاف في المئة أو عشرة في المئة من أسلحة حماس جرى إنتاجها في إيران ويقدرون عشرة في المئة أخرى في كوريا الشمالية أما باقي الأسلحة جرى تصنيعها في غزة كما يقول تلفزيون بي أف أم فحماس طورت قدراتها في إنتاج المتفجرات بإنشاء ورش لتصنيع الأسلحة داخل الأنفاق ما تحدث عنه التلفزيون الفرنسي أكدته دراسة صدرت قبل عامين خلصت إلى أن حماس تصنع جزءا كبيرا من أسلحتها الخاصة وتعمل على تطوير مسيراتها، ليس هذا فحسب، فالدراسة قالت أيضا أن حماس على وشك الانتقال من الصواريخ غير الموجهة إلى المسيرات والصواريخ الدقيقة الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي. نفى وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان صله طهران المباشره بهجوم حماس في السابع من اكتوبر وفي مقابله مع سي ان قال عبد اللهيان ان هذه المزاعم لا اساس لها رغم ان بلاده تدعم فلسطين سياسيا واعلاميا ودوليا وشدد عبد اللهيان على ان طهران لم يكن لها اي صله بعمليه حماس وهي لا تريد توسع رقعه الصراع في المنطقه. وجه عضو مجلس الحرب الإسرائيلية بني جانس تحذيرا لحزب الله اللبناني قائلا إن إسرائيل سوف تغير الواقع في الشمال كما تعمل على تغييره في قطاع غزة وجاءت تصريحات كانس أثناء قيامه بجولة في عدد من البلدات بشمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية مزيد من التفاصيل حول ردود الفعل على ما يقوم به حزب الله جنوب لبنان وظهور حسن نصر الله بفيديو دعائي بعد احتفاء او اختفاء طوال 23 يوما مع الزميل محمود ألووي مرحبا بك محمود مرحبا تفاصيل اكثر معك نعم اثار ظهور زعيم حزب الله حسن نصر الله بعد 23 يوما على الحرب بين اسرائيل وحماس اثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات عن خطاباته المتتاليه في ايام السلم التي استبدلت الان بتسجيل دعائي صامت. الصحفي الاسرائيلي ايدي كوهين علق على فيديو نصر الله متوعدا بتدمير مدن وبلدات لبنانيه من جونيا الى نهر الكلب الى الضاحيه والروشه. حسب كوهين الذي قال ان كل هذا سيحدث اذا ما قرر حزب الله القيام باي فعل احمق بحسب وصفه وهذه الصور التي هدد لبنان بها لبنان لا يريد الحرب، تحت هذا الوسم تفاعل اللبنانيون سريعا مع ظهور نصر الله كما غرد اسرائيليون ايضا. الصحفي طوني بولس كتب على موقع اكس: لبنان لا يريد الحرب ولا يريد انتصارات الهيه مزعومه على اشلاء المدنيين والابرياء، نريد لبنان اولا ولا نريد ان نكون وقودا لمصالح الخامنئي ومفاعله النووي. تغريده اخرى لحساب يحمل اسم ديما قالت ايضا ما عجبهم الإبادة الجماعية بغزة بلشوا فينا بلبنان حدا يخبرهم أن لبنان بلد معدوم وما عنا كهرباء ولا عنا مي ولا في مصانع ولا في جسور بتستاهل كلها بدها إعادة تأهيل والمرفأ تفجر بأربعة آب والمستشفيات عنا تعتبر وأشغال ما في خبروهم دولتنا دمرت كل شيء مش ناقصين أكثر من هيك يورغو غصن كتب على إكس أيضا إذا كل شعب بده يقاتل في كل قضية بيتعاطف معها وبيفتح بلده ساحة مواجهة كرمالها كنا صرنا اليوم بالحرب العالمية المليار أخيرا كتب الناشط السياسي شريف حجازي لبنان لا يريد الحرب ولا يريد سلاح حزب الله هذا ما لدينا حسين عن التغريدات التي وردت وأبرز التغريدات على ظهور حسن نصر الله نعم. وردود اللبنانيين شكرا جزيلا لك محمود على كل هذه التفاصيل من بيروت ينضم إلينا الدكتور رايف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية ومن طهران ينضم إلينا الكاتب وأستاذ العلوم السياسية مصدق بور مرحبا بكم أبدأ من عندك دكتور رئيف لأسأل مدى حصانة ساحة لبنان الآن من الانجرار إلى هذه المعركة باعتبار أن مصطلح وحدة الساحات كنتم تسمعونه على مدار أكثر من 35 عاما أو سنة ليس هناك من حصانه مطلقه ممكن ان ينجر لبنان الى حرب لا يرغب بها وليس وليس مستعدا لها لا من حيث الادوات المدنيه وليس من حيث الامكانيات العسكريه حتى اللحظه ليس هناك من نيه لتوسيع الجبهه في جنوب لبنان وما زالت هذه الجبهه منضبطه وإن اختلفت قواعد الاشتباك وانهارت قواعد الاشتباك في الأمس وصل القصف الإسرائيلي إلى 20 كيلومتر في شمال حدود إسرائيل توغلا بجبل الريحان بمنطقة بمنطقة شمال نهر الليطاني وبالتالي لم يعد هناك من قواعد اشتباك لقد سقطت هذه القواعد إنما لا تتوسع الحرب ليس بفضل أن هناك خوف من وحدة الساحات أو من اشتعال وحدة الساحات إنما لشعور الجميع أولا بأن الأساطيل الأمريكية والإلمانية والبريطانية في البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي حاضرة للردع وثانيا لأن المردوع يعلم جيدا أن هذه المرة لن يفوته الاصابات المباشره الموجعه لاراضيه وايضا هناك اقوال متناقضه للامير عبد اللهيان لوزير خارجيه ايران حينا يقول بان ايران لا تسعى لتوسيع الساحات وحينا اخر يقول بان اليد على الزناد لقد راينا ايضا ان دفع الحوثيين دفع ايران للحوثيين لاطلاق الصواريخ من باب وحدة الساحات قد أصابت الأراضي المصرية أصابت طابة وأصابت ينبع ولم تصب إسرائيل وأيضا الحشد الشعبي المدعوم من إيران وصل إلى حدود الأردن وطالب بفتح حدود الأردن للذهاب إلى إسرائيل بينما الحرس الثوري وإيران وقواتها والزينبيون والفاطميون والحسينيون موجودون في سوريا وبالتالي موجودون في الجولان وليسوا بحاجة إلى أي حدود أردنية لتفتح أمامهم لكي يهجموا على إسرائيل لقد وعدت إيران الحماس وغيرها والجهاد بأنها ستطلق صواريخها من إيران تبين أن هذه الصواريخ غير مستعده للانطلاق نحو اسرائيل لماذا لم تنفذ ايران وعدها دكتور رئيف دعني اسال في هذه النقطه الاستاذ مصدق، استاذ مصدق لماذا لم تنفذ ايران وعدها للجهاد ولحماس بانها ستطلق وابلا من الصواريخ فيما لو تعرضت هاتين الفصيلين او المنظمتين احسبهما كما تشاء للاعتداء من قبل اسرائيل؟ طبعا ايران اذا وعدت ستنفذ وعدها ولكن هي لم تعد انها تطلق صواريخها من داخل ايران يعني هذا الوعد هذا الكلام خاطئ ومغالطه وتقول على ايران ايران قالت اذا تعرضت انا الى اقل حماقه سوف ارد بقوه ولكن الرد الحالي ايضا المقاومة الفلسطينيه ايران ليست بعيده عنها على السلاح الذي تطور من الحجارة إلى المسيرات إلى الصواريخ الدقيقة وإلى نظم قتالية متعددة هذه كلها من فضل إيران ساعدت الشعب الفلسطيني المنكوب المحتلة أرضه وبالتالي إيران تنظر يعني ثم أن إيران كما قال الضيف العزيز ايران ليست متناقضه يعني في كلامنا ايران تبني مواقفها على اساس المعطيات الموجوده يعني احيانا تبرد الجبهه واحيانا تسخن وبالتالي ايران تتخذ المواقف اكثر من هكذا سخونه استاذ مصدق 8000 لا هذه سخونة ايضا 8000 نعم. نعم. ضحيه حتى اللحظه نحو 19 ألف إصابة إيران ليست الوحيدة الوحيدة ليست المعنية فقط بهذا الموضوع الأخ العربي الذي تحدث معه في بيروت هو ايضا معني يجب ان يعمل بمسؤوليته ثم انه اعتقد يتحدث نيابه عن شريحه معينه من اللبنانيين وهذا الكلام لا يمثل كل اللبنانيين حتى تقريركم للاسف يعني انتم اجريتم هذا التقرير استطلاع وتغريدات يعني انتقائيه خاصه بالشريحة وعينة معينه من اللبنانيين في حقيقه الامر وهذا ليس هو موقف كل اللبنانيين اليوم لبنان هي معارضه للخطر، لبنان كانت تحتلها اسرائيل تحتل نصفها اسرائيل قبل ان تاتي الثوره الاسلاميه وعندما جاءت الثوره الاسلاميه وساندت المقاومه وطورت واستطاعوا ان يطردوا انت تعرف استاذ مصدق لماذا يطرح على ايران بانها لماذا لم تتدخل؟ باعتبار انك اتيت على ان هذا الدور ليس مقتصرا على ايران، يعني انت لا شك, بأنك لا شك بانك محق الدول العربية ولكن الفرق بين الدول العربية التي تريد مصلحة الفلسطينيين كانت تفاوض من اجل مصلحتهم ومستقبلهم ولم تصنع يوما مثلا للقدس لم تسمي فيلقا للقدس مثلا ولم ترفع رايه بانها تريد تحرير القدس من من القصير ومناطق اخرى، لذلك يوجه هذا السؤال فقط دكتور رئيف يعني لماذا على ايران فقط ان تتحمل يعني يعني اليس المسؤوليه كذلك على دول اخرى؟ بالطبع هناك مسؤوليات جمة على جميع الدول العربية وغير العربية بما فيها تركيا وبما فيها ايضا اوروبا من الناحية الانسانية على الاقل او من حيث من حيث ايجاد حلول سياسية انما القول بان ايران تهدد فقط اذا استهدفت اراضيها من العالم. عظيم اما اذا استهدف استهدفت تنظيماتها كما يجري في حلب وكما يجري في الشام في دمشق وكما يجري على الأراضي السورية وفي جولان أليست هذه تنظيمات إيرانية تستهدف يوميا أو أسبوعيا من قبل إسرائيل وتحتفظ إيران بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين والذين ومنذ عشرات السنوات لم نرى أن هذا الوقت أو هذا الزمان قد حان إنما تدعم الحشد الشعبي للوصول إلى حدود الأردن وتدعم الحوثي لإطلاق الصواريخ نحو البحر الأحمر فيما يخص غزة وحماس والجهاد دكتور رئيف يقول لك الأستاذ مصدق إيران لم تقف مكتوفة اليد هي تدعمهم بالسلاح السلاح الذي ل... يستخدمونه هو سلاح إيراني لم تقف مكتوفة ال... بالطبع لم تقف مكتوفة اليدين ولكن قد انكرت بعد سبعة تشرين انكرت ان تدخلها كان مساعدا وعاملا حاسما في طوفان الاقصى نحن مع مساعده الشعب الفلسطيني ككل نحن مع مساعدة السلطة الفلسطينية وليس خلق الشقاق ما بين السلطة الفلسطينية من ناحية وحماس والجهاد من ناحية ثانية كما فعلت ايران، نحن لا ندعو ايران الى التحيز الى التطرف الفلسطيني انما الى الاعتدال الفلسطيني للوصول بالفلسطينيين الى دولة فلسطينية مستقلة. مجاورة لدولة إسرائيل. طيب لماذا إلان مساعدات إيران إذا كانت هذه آه مساعدات دكتور رائف؟ نعم، إيه. 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 اسمح لي دكتور رائف. آه نعم أستاذ مصدق إذا كانت عم هذه عم مساعدات عم عم لماذا لا تصل عم إلى عم الضفة عم الغربية كما يقول الدكتور رئيف الضفة الغربية، السيد المرشد ودعا إلى تسليح الضفة الغربية وحدث هذا فعلاً. كان النشاط خامداً هناك في الضفة الغربية هناك. تقريبا ناشطه حتى في داخل تل وفي داخل بقيه البلدات يعني اليوم الوضع ساخن جدا والمجاهدين الفلسطينيين على عودة الاستعداد في كل مكان اما موضوع آه يعني آه المساعده والموضوع الان على الحلول حل الدولتين كما تفضل الاخ الضيف يعني انتم تتفاوضون يعني آه منذ اعتقد يعني منذ اربعه عقود وهناك قرارات صادره على الامم المتحده، عن عملت اسرائيل بها؟ هل استطاعتم ان شيئا؟ الاسرائيليين يقتلون ويذبحون بالفلسطينيين يا اخي منذ 75 عاما. الاسرائيليين تجاسروا في العام الاخير على لبنان، احتلوا ابار الغاز لديكم يعني هم اساسا هذه الارض الفلسطينيه ليست ملك لهم يطالبون ويزعمون, ويزعمون بانهم مزارع باراضيكم الاسرائيليين يحتلون مزارع شبعه لماذا لا تذهب لتحرير مزارع شبعه ثم تاتي وتقول ايران لماذا كذا وكذا على حال نكون منصفين في تقدير الموقف الايراني وليس مهما بالنسبه لايران ان اقول بكل صراحه ليس مهما هذه الافواه كيف تريد ان تتحدث وكيف تريد ان تشكك بمصداقيه ايران هذا ليس مهما المستقبل القريب سوف يثبت والحرب مع هذه المقاومه لم تبدا كما قلت بدات المرحله الاولى وحطمت اسرائيل اليوم نتنياهو يشعر بانه امام واقع سياسي ويريد ان يبقى في الحكم ويريد ان يبتز الولايات المتحده الامريكيه والغرب يريد ان يفرض يوسع رقعه هذه الحرب ويريد ان يضمن بقائه على جماجم اخواننا نساؤنا واطفالنا الفلسطينيين والضمير العربي للاسف يعني ليس كل العربي ليس صاحيا، انا اعتقد الاخوه اللبنانيين يعني من هذا الصيف هم متخلفين عن الركب، يعني اليوم حتى الانظمه الاردن، مصر، الرئيس السيسي له مواقف مشرفه، السعوديه لديها مواقف مشرفه، كل العالم، الامم المتحده، الكل يحتجون على اسرائيل وعلى هذه الجرائم الوحشيه التي ترتكبها طيب في حين هذه الاصوات دكتور, دكتور رأيف ما زالت تتحدث اسمح يعني لي استاذ مصدق أسف يعني نعم اسف جداً, جدا استاذ من هذه الاصوات ولكن انا اعتقد الخارطه طيب. الجغرافيه السياسيه سوف تتغير في المستقبل طيب. وسوف لن يكون مكانا للسياسيين المتقاتلين وان شعوبهم سوف تتخلص منهم طيب. قريبا وعاجلا طيب دكتور رأيف سمعت الاستاذ مصدق يعني يقول يعني لا يمكن السكوت على ما يجري في آه مع الفلسطينيين آه ولكن في الوقت ذاته استاذ مصدق الدكتور رئيف يقول لك نحن مع نصره الفلسطينيين الرجل يتحدث لا آه لا, لا, لا ليس مع نصره الفلسطينيين مطلقا كي آه كي كيف 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 لا نترك للدكتور رئيف ليشرح لنا استاذ مصدق العالم. طيب استاذ استاذ مصدق, مصدق. يعني طيب. الى جانب الشعب الفلسطيني دكتور رئيف <applause> انت مع نصره الفلسطينيين دكتور رئيف؟ اسمح <applause> لي استاذ مصدق اذا سمحت تفضل <applause> دكتور رئيف الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يدمر الاولاد والاطفال والعجزه الحجر والبشر والحجر و وكل وكل ما يدمر اليوم في فلسطين سواء في قطاع غزه أو سواء في الضفة الغربية هو من مسؤولية إيران التي دعمت التطرف ليتلاقى مع بنيامين نتنياهو ومع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف ومع بن جفير هذا الدعم الإيراني للمتطرفين في داخل الفلسطينيين هو لضرب السلطة الفلسطينية وللشقاق الفلسطيني ولتأليب والملاقات ملاقات بنيامين نتنياهو والتطرف الصهيوني مع التطرف الأعمى الذي لا يعرف أين يقود الشعب الفلسطيني اليوم الشعب الفلسطيني بجميعه بجموعه في الضفة وفي القطاع وفي المهجر وفي الشتات يتطلع إلى هذه المأساة الإنسانية والمأساة والدمار الذي افتعلته إيران لأ اجندتها الخاصه، ايران ارادت اولا واخيرا ان ان تفاوض امريكا وان تفاوض واشنطن على عده امور لذلك دفعت بحماس الى 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 القيام بطوفان الاقصى، ان ايران تفاوض لا ننسى نحن ان ايران تعاملت مع اسرائيل واخذت السلاح من اسرائيل ونتذكر الضابط اوليفر نورس المخابرات الأمريكية وما يسمى بفضيحة إيران غيت وبفضيحة الكونترا التي قامت اسرائيل بامداد ايران بالسلاح للقضاء على الاتجاهات العربيه والتدخل في حرب العراق شكرا ايضا التعامل السري غير طيب. المباشر تحت الطاوله ما بين ايران واسرائيل وان إس وان ايران عندما تدعم عندما تدعم التطرف الفلسطيني تكون بذات الوقت عن تدعم التطرف شكرا الفلسطيني جزيلا لكما دكتور رائف انتهى انتهى الوقت قوة شرعية مشروعة قوة مشروعة فلسطينية شكرا جزيلا لكم الدكتور رايف خوري من بيروت وكذلك الأستاذ مصدق بور من طهران شكرا جزيلا لكما انتهى الوقت متواصلون معكم مشاهدينا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات